صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن تعليقي يعني الشخصي عن يعني الأماكن اللي ممكن بمزيد من التنمية تجيب جذب سياحي أكتر ودخل أكتر. وأنا هدخل في الموضوع على طول، دير سانت كاترين وجبل سيناء ليه الشكل يعني مش متطور كما يجب أن يكون، وليه الصورة اللي موجودة دلوقتي مش بيتم تحديثها وعصرنتها بشكل يتناسب مع تنمية اقتصادية سياحية تجيب عائد وتعمل فرص عمل كتيرة. أنا بقول كده ليه؟ لأن هنخص بالذكر جبل موسى. جبل موسى بيقصده ملايين من السياح على مدار العام بلا أدنى مبالغة، بيجوا عشان يطلعوا جبل موسى عشان يحيوا الذكرى الخاصة بصعود سيدنا موسى عليه السلام، كما يعتقد هذا الجبل ومكوسه في أعلى 40 ليلة واستقباله للألواح المقدسة. طبعا دي منطقة خلافية كتيرة، وفي يعني أكتر من جبل يقال أنه هو جبل موسى أو جبل حورب أو جبل الله، لأن الجبل في حد ذاته ليه أسماء كتيرة، ولكن الأرجح أن الجبل اللي تمت عليه العملية دي هو جبل سيدنا موسى اللي موجود جنب دير سانت كاترين. السؤال، انت السائح لما بيطلع بتبقى مشقة كبيرة، بيقعد حوالي 3 ساعات عشان يوصل لقمة الجبل عشان يحيي الذكرى ويحاكي سيدنا موسى في هذا الصنيع، وفي نفس الوقت يكون على قمة الجبل وقت الشروق فيتمتع بشروق الشمس، وهو منظر يعني انا مارسته وشفته عشرات المرات. السؤال، الطريق من أسفل الجبل لأعلى الجبل طريق صعب جدا، في طريقين، طريق نوعا ما أقصر بس شديد الوعورة وشديد الصعوبة، وطريق نوعا ما أطول لكن يعني بياخد مشقة أكتر، وده اللي عمله الخديوي عباس. فالسؤال، أنت ليه أولا بادئ أنت ليه ما بتعملهاش تذكرة؟ يعني أنت صعود الجبل ملوش تذكرة، هو التذكرة عشان تدخل الدير صباحا وتخش المنطقة عموما ومن ضمنها صعود الجبل، انت ليه ما بتفرقش؟ يعني الدير يبقى ليه تذكرة وجبل موسى ليه تذكرة خاصة بيه. انت لو عملت تذكرة جبل موسى 100 جنيه مصري، انت معنى كده يعني لو كل سنة زاروا 1,000,000، ده على أقل تقدير 1,000,000 فرد، فأنت عملت دخل 100 مليون جنيه. لماذا لا تعمل يعني تذكرة لصعود جبل موسى؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ليه ما بتلحقش بيه أنواع وأشكال مختلفة من العصرنة والتقنية والتكنولوجيا اللي تساعد في إن الناس الكبيرة والناس اللي مش قادرة والناس اللي عندها إعاقات مختلفة والناس اللي عندها فوبيا للصعود على سبيل المثال عن طريق التقنية العصرية دي، زي السلالم الكهربائية، زي التلفريك على سبيل المثال، زي الأسانسير بشكل أو بآخر، يقدر يطلع قمة جبل موسى بكل سهولة وفي وقت قصير، ويبقى اتمتع ويحاكى صنيع سيدنا موسى ويتمتع بشكل الشروق على قمة جبل موسى. فده برضو انت ما بتعملوش، ويعني بيضيع على جبل موسى رغبات لمئات الآلاف نفسهم يطلعوا، لكن عشان المشقة الكبيرة ما بيطلعوش الجبل. فالسؤال الأول، انت ليه ما بتعملش ليه تذكرة خاصة تجيب لك دخل أكبر؟ وحتى القول ان هو مكان للعباده، يعني مثلا في مصر القديمه انا سالت السؤال ده فقال لك لان الكنائس هناك للعباده، فانت مش هتاخد من الناس فلوس عشان تصلي. نتقبل هذا، لكن جبل موسى مش كده، مش كل اللي بيطلع جبل موسى اصلا مسيحي، ومش كل اللي بيطلع جبل موسى مؤمن ان الموضوع ده حصل هنا. يعني في ناس بتطلع بغرض المغامره، في ناس بتطلع بغرض التجربه، في ناس بتطلع بغرض انها تكون على القمه في وقت الشروق. فانا اعتقد مفيش مبرر يعني ديني يمنع ان انا اعمل تذكرة لصعود جبل موسى، لا سيما ان انا لو نميته وعصرنته بشكل كبير يتطلب صيانة او فلوس صيانة مني لي على يعني الفترات المختلفة. ده رقم واحد. رقم اتنين،
الجبل فيه تواليتات مزرية، يعني تواليتات قديمة مزرية تثير الاشمئزاز. فلماذا برضو من أساليب العصرنة الحديثة اللي ترتبط بالجبل إن أنت تعمل تواليتات نظيفة على أحدث ما يكون على غرار التواليتات اللي موجودة في الأماكن الأثرية، ويكون فيها أو تتولاها شركة معينة أو يعني ناس معنيين، وتكون واجهة كويسة وتؤدي إلى عصرنة وتحديث جبل موسى كمزار سياحي عالمي. كمان الكافيتيريات اللي موجودة كل كيلو أو كل يعني صاعدة كده في كافيتيريا، يعني حاجة مزرية وحاجة بدائية، ويبيع لك شوية شيبسي وشوية مش عارف شوكولاتات ولبان وحاجات كده، وقاعد لي في كانون بال يعني إضاءة حتى يعني بدائية قوي. فالسؤال أنت ليه ما بتعملش كافيتريات ستيشنز حاجة محترمة على غرار، يعني أنا مش عايز طبعا أقول أسامي ليه حاجات فاست فود شهيرة جدا عشان بس حقوق الملكية، بس ليه أنت ما بتعملش حاجة تكون واجهة للسائح وفي نفس الوقت تكون مكان راحة ليه، وفي نفس الوقت حتى من إيجار الكافيتريات دي أنت ممكن تلم الفلوس أو بإيجارها بتعمل صيانة مثلا كويسة، إذا كنت هتعمل سلم كهربائي أو هتعمل أسانسير بشكل أو بآخر. وكمان السلم الكهربائي لو حد قال إنه مش هينفع يتعمل سلم كهربائي هنا على اعتبار إن دي منطقة يعني فضاء ويعني في عوامل تعرية، مش هينفع. أنت ممكن تعمل سلم كهربائي مغطى، فبشكل أو بآخر ممكن تتحايل على أي سلبية في الطبيعة أنت ممكن تطوعها بكل سهولة يعني بأبسط الأدوات وبأبسط الرؤى. كمان أضيف حاجة، يبدو أن هناك الكثير من الأماكن الأثرية والمزارات السياحية في الجبل هي مطمورة لسبب مش معلوم، رغم أنه لو اتعمل عليها سبوت هتعمل على زيادة الدعاية للجبل وزيادة الدعاية للمنطقة، وبالتالي استقطاب سياح أكتر وأكتر. على سبيل المثال أنت عندك المسجد الفاطمي اللي موجود فوق، عندك الكنيسة اللي موجودة فوق، قليل جدا اللي يعرف تاريخهم أو يعرف يتكلم عنهم، وأنت كمان مش عامل سبوت قوي عليهم في الدعاية عن جبل موسى. عندك الكريبت اللي موجودة فوق أو المكان اللي تحت الأرض اللي فيه، يعني مش تحت الأرض، يعني هو مكان مختبئ أعلى قمة الجبل زي تشابل كده أو مقصورة، يعتقد إن سيدنا موسى كان ماكس فيها لما استقبل الأرواح المقدسة ولما مكث فوق الجبل لمدة 40 يوم. برضو أنت مش عامل سبوت عليها في دعاية على الجبل. في برضو مكان يقال أنه يحمل آثار لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مؤكد، يعني هي رواية بتروى غير مؤكدة، أن في حادثة الإسراء والمعراج أتى سيدنا محمد إلى هذه المكان، أو يعني هذه البقعة أو هذا المكان. برضو دي من الروايات اللي بتتحكي عن جبل موسى، مش عامل عليها سبوت بغض النظر هي رواية صحيحة أو لا، ولكنها دارجة وتقال. في رواية تانية خاصة بالكثير من الشهداء المسيحيين أو الشهداء الرهبان بشكل أو بآخر، مجموعة من الرهبان قد استشهدوا ولهم بعض الحكايات والرؤى والمكاشفات مع السيدة العذراء، برضو موجودة على جبل موسى ولا يعني يتعمل عليها فوكس أو سبوت. فرش إيليا، فرش إيليا هو مكان يعتقد أن سيدنا إيليا يعني كان موجود في هذا المكان بغرض التعبد. برضو انت مش عامل سبوت على النقطة دي. فالسؤال انت كجبل موسى، وللعلم هو حتى محاط بجبال لها الكثير من القصص الدينية، بس خلينا نتكلم في الأشهر، يعني يعني نحاول نعالج الأشهر. فجبل موسى يعني ينقصه الكثير من الحاجات وينقصه الكثير من التحديثات اللي لو حصلت يعني تجيب عائد كبير، لو عملت تذكرة هتجيب لك مئات الملايين من العوائد، لو عملت ستيشن محطات أكل مختلفة وعصرية وجميلة السائح بيستفيد منها، أنت بتأجرها بتكون منظر كويس، يكون في إضاءة
وانت طالع الجبل يكون في اضاءة، وانت طالع بالليل مفيش اضاءة خالص والدنيا معتمة، فيكون في اضاءة بشكل او باخر عشان يعني تنير الطريق للسائح في حالة ان هو يحب ان هو يتسلق على قدميه. وكمان نوع انماط او طرق التسلق، يعني ممكن يتسلق على رجليه، ممكن انت تعمل سلالم بشكل كويس فيها استراحات لو هو حابب النمط ده، لو هو مثلا 40 او 50 وعايز يبقى ان بتوين، هو عايز المشقة بس مش بالشكل اللي بيكون عليه السائح في حالة ان هو يتسلق الجبل من الصخور كده او السلالم الصخرية، وفي نفس الوقت مش عايز السهولة اللي تمكنه ان هو يطلع الجبل عن طريق مثلا تليفريك او عن طريق سلم كهربائي في دقائق معدودة او ربع ساعة او نص ساعة. فانت ممكن تعمل له سلالم ممهدة زي اي سلالم موجودة في اي مكان تمكنه انه يطلع، وكراسي او مقاعد يقعد عليها عشان يستريح، او اعداد بشكل او باخر تكون ممهدة او مجهزة للوضع ده. وبرضه ممكن تعمل التسلق عن طريق الجمل في حالة ما هو عايز او يفضل النمط ده من الصعود. ففي حاجات كتير برضو من ضمن الحاجات اللي يعملها، ويمكن من ضمن الحاجات اللي واجهتها ان في طريقي الاقي سايح تعب، فبالتالي لازم تعمل نقطة اسعاف على الاقل تحت الجبل، حتى اعتمادا بقى ان انت عندك تلفريك او ان انت عندك سلم كهربائي. ففي حالة ان يحصل الارم ان في واحد او سايح تعبان، هو بكل سهولة الطاقم الطبي يطلع فوق ويشوف الراجل ده ايه ظروفه. فالسؤال، انت ليه مش بتعصرن الجبل بانماط واشكال حداثة تتواكب مع الواقع اللي موجود، وتتواكب مع سمعة الجبل كأنه جبل موسى، وتتواكب مع حتى الأماكن الأثرية والدينية اللي موجودة أصلا على الجبل، وبالتالي يعمل لك دخل كويس سياحي ويستقطب لك يعني أعداد من السائحين وملايين من السائحين اللي بيزوروا طابة، واللي بيزوروا نويبع، واللي بيزوروا دهب، واللي بيزوروا شرم، واللي حتى بيجوا من رأس سدر ومن أماكن مختلفة ونقط سياحية مختلفة في شبه جزيرة سيناء، حتى بيقولوا من يعني القاهرة في أوقات كتيرة. فالسؤال، انت ليه بعيد يعني عن ان انت تعمل فوكس على جبل موسى، ان انت تنمي الدنيا شوية وان انت تظبط الدنيا شوية وتعمل له حتى تذكرة خاصة بيه؟ يعني انا حبيت اتطرق للنقطة دي لان انا عايشتها، يعني انا بتطرق بشكل يعني أكبر للحاجات اللي أنا عشتها والحاجات اللي أنا مارستها. جبل موسى هو، أنا بعتقد إن هو منسي يا جماعة، يعني جبل موسى المفروض يهتم بيه أكتر وأكتر، والاهتمام ده هيجيب فلوس كتير قوي قوي قوي. ياما ناس كان نفسهم يطلعوا جبل موسى ما بيقربوش منه، ما يقدرش. يعني هو الوسيلة الوحيدة ان هو، او في وسيلتين، الاتنين انا بعتقد ما فيش فرق كبير ما بينهم، لان حتى الجمل متعب جدا، ان انت راكب الجمل حوالي ساعة الا ربع، اكتر كمان ساعة، ساعة ونص بلا مبالغة، يعني ده ساعة الا ربع ده يمكن لو جمل بقى حلو وقوي شوية، لكن هو مع الجمل بتاخد أكتر حتى من ساعة، ساعة وشوية عشان تطلع حتى مش قمة الجبل، يطلعك قبل سلالم كده حوالي 77 سلمة وينزلك هناك، بعد كده تبتدي تطلعهم عشان تطلع على قمة الجبل، لما تطلعوا من الطريق الصخري اللي هو السلالم الصخرية اللي عملها الخديوي عباس. فالسؤال، انت ليه مش بتعصرن جبل موسى بشكل كويس عشان الناس يعني تقدر تزوره اكتر واكتر؟ يعني انا حبيت اتكلم عن الموضوع ده، اتمنى اكون يعني طرحت بعض الافكار الخاصة بيه. يعني أتمنى الصورة تكون وضحت، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.